مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، اهلا ومرحبا بكم جميعا مباشره من مدينه اكادير. والمباراه المرتقبه بعد لحظات من الان بين حصريه اكادير واتحاد طنجه عن الجوله 14 من الدوري المغربي الممتاز لكره القدم الحسنيه، بعدما تعرف على خصمه المقبل في منافسات كاس الكونفدراليه، عن الرحله المرتقبه لمواجهه النصر الليبي ضمن منافسات كاس الكونفدراليه، يواجه اتحاد طنجه بحثا عن انطلاقه تتناسب مع مكانته اليوم كواحد من النوادي التي يضرب لها الف حساب في المنافسات المحليه. فاح لفاح لمشفاح اللي في القيمه الثاني مبعده، ما زال الخطوره للحسنيه، لعبه بعيده ما ركش في الكره الماضيه. سعد المرسلي غاب عنه التركيز، كرة كان بامكانها وان تصنع الهدف الاول للحسنيه في مباراه اليوم. الجوله الاولى غاب عنها الامتاع، غابت عنها المتعه، غابت عنها فصول الفرجه. هذه كره من الطرف الايسر، الحكم يقول مواصل اللعب لوجود تسلل، امكانيه للحسنيه، بركاوي هدف من المبدع بركاوي، يرتدي القناع، قناع الهداف، قناع المبدع في هذه المباراة. إبداعات تنسجم مع إبداعات الآلاف من المناصرين، يحق لكم أن تفتحلوا، أن تحتفلوا بهذا الهدف وبهذه المباراة. لتمنوا أن تكون احتفالية كبرى، سعادة وي سعادة، فرجة وي فرجة. هذه كرة من بركاوي الذي يزيل القناع، قناع التواضع في هذه المباراة. ما كانش تسلل في الكرة الماضية، ما كانش تسلل في الكرة الماضية. صعيب أنك تخلي بركاوي لوحده، صعيب أنك تخلي هذا الفتى لوحده يتلاعب بدفاع اتحاد طنجة ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة، بالرغم من أنه كان قصد تمثيلية كبيرة من لاعبي اتحاد طنجة. الشيبي يبحث عن فورتيس، مشات كرة ممتازة جدا، موكوكو كان بيمكن في ضربة زاوية لاتحاد طنجة مؤدا في منطقة الجزاء، كان بالإمكان وأن يكون هدف في هذا الزمان من الجولة الأولى. كوناتي يصعد فوق الجميع ويسدد كورته، لكن خاب ظنه، وجد أمامه رفيقه صديقه معاوي ليسدد. نفس الشيء لماني الحسنية، كرة من المؤدن، كرة براس كوناتي، كوناتي المرة الثانية، هذه المرة ينجح في تسجيل الهدف الأول لاتحاد طنجة، وهدف التعادل في الجولة الأولى. سعادة وهي سعادة لمناصري وفي اتحاد طنجة، اتحاد طنجة سعيدة بهذا الهدف اللي جاء من كرة ثابتة من راس كوناتي. المدن لعبها بالمقص، المرة الثانية خلاو الكرة لوحده، ما عارفينش بقيمة وما عارفينش قدر كوناتي في الكرة الثابتة. وهو هذه المرة مشى معاه فحلي، خلاو فحلي معاه، صعيب انك يعني تخلي واحد من افضل اللاعبين في الكرة الثابتة تخلي معاه مهاجم، لازم ان يكون عنده مدافع متخصص نفس قامته وعارف قيمته وعارف قدره. ثانية تقدير، انطلاق الفحلي والحكم، ضربة جزاء لحسنية تقدير، ضربة جزاء لحسنية تقدير. خلاطي ورط الاتحاد في ضربة جزاء، خلاطي ورط الاتحاد في ضربة جزاء صعيبة، صعيبة وقت صعب جدا بلاد. حمزة الفارق اتخذ قرار بوجود ضربة جزاء، يعلن عن ضربة جزاء في وقت صعب، في مكان صعب. حسنية تقدير على موعد مع ضربة جزاء، سنتابع الإعادة لما جرى بالضبط في توضيح الصورة وتقريب المشهد ووضعكم في حقيقة ما جرى في مركب بدلاء. حمزة الفارق دائما احتجاجات لاعبي اتحاد طنجة وعلى راسه الخلاطي، ضربة جزاء لحسنية أكادير. كريم بركاوي في تنفيذ ضربة جزاء أمام الحارس هشام المجد، هشام المجد كريم، وهشام كريم في التسديد،
يسجل هدف تميم الحسنية. كريم أكرم الاتحاد بهدف ثاني في هذه المباراة، وأسعد من جديد الآلاف من العشاق. كريم البركاوي رجل المباراة 2-2، يسجل هدف ثاني اليوم، أصبح نتيجة 2-1. 2-1 هي نتيجة المباراة يا سادة من قدم كريم البركاوي الحسنية، في طريق نحو تحقيق الانتصار، ولو أن الحسم كل الحسم سيكون بعد صافرة الختام. لعب كرة صعيبة لأي حارس ولا يقصد لها، لعب كرة بشكل ممتاز جدا، تصبح نتيجة 2-1 وملك سيسي. السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الملخص ينال الاعجاب ديالكم. ملخص مباراه اتحاد طنجه ضد حسنيه اكادير. مهم اخوتي، حسنيه اكادير اللي كتلعب على الواجهه الافريقيه في الكونفدراليه، مهم المواجهات اللي غتكون في دور الثمانية كالتالي: زاناكو الزامبي ضد بيراميدز المصري، النصر الليبي ضد حسنيه اكادير، المصري البورسعيدي ضد نهضه بركان، إنيمبا النيجيري ضد حورية كوناكري الغيني. مهم ما تنساوش نتوما تعطيوني الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وما بقى لي غير نودعكم.